هل كل محارم الأم يكونون محارم لابنتها؟ محارمها من النسب أو من الرضاع يكونون محارم لابنتها. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نصيحة وكذلك محارمها بالأصحاب. بالنسب يعني. بالأصحاب. نعم. مثل زوج أمها. نعم. مثل زوج أمها. فإنه محرم لها بسبب الأصحاب. اللهم استعان. نعم. اللهم استعان.